عندنا بيستخدموا مثلا زيت المازولا او حاجات زي كده يعني، اوكي او زيت زيتون، فده بيرجع للناس بتحب ايه. في ناس مثلا السمن العربي فكل احنا الشعب بنحب السمنه، تحبوا الدسم. سلام، ايوه نحب حاجات تقيله كده تاكلي وتقعدي عامله كده في الاخر. قلت لك زي لما اكلت الحمام حصل ايوه معايا كده، بالظبط كده، احنا اكلنا كله كده الحمد لله. حسيت نفسي حمامه برفرف كده مش عارفه اهدي فين. بس عامه الاكل السوري من يعني من احلى يعني من احلى المطابخ اللي موجوده. انا بحب الاكل السوري عامه. بيقولوا كده هو في يعني في تاتشات، ونحن عشان يعني انا كنت مثلا لو اعرف اعمل الكبه او بتسموها الكبيبه، كبيبه كان دي الاكله الفخمه عندنا يعني، لما حد بيحبك وعامل لك قيمه كتير وكذا بيعمل لك كبيبه. كبيبه أوكي. في كبيبه مثلا باللبنيه، في كبيبه بالكشك، في يعني في ليها كتير انواع، والله وكل منطقه ليها تاتش كمان يعني بخصها عن المنطقه الثانيه. فلما مثلا تروحي بيقولوا لك هي على طريقه الشوام، هي طريقه الحلبيه، هي مثلا بحلب مشهورين بالكباب الهندي مع باذنجان ومعرفش ايه، وبالحر كمان اكلهم حر، الحراقه بالظبط، واللحم وكده. فيعني شعب اكيل الحمد لله. ما احنا برضو يعني احنا شعب اكيل جدا جدا كمان. طب بصي بقى وانت بتعملي كده بقى، انا هقول لك قولي لي هقول لك حاجات وعايزاكي في سطر واحد تردي عليها. طب انا هعرف السطر منين؟ ما انا هقول لك الحاجه وانت تردي عليها في سطر. اوكي اوكي نتكلم على اعمالك في الدرام، نتكلم على نرجس دي انت عملتيها في سنه ثالثه معاها، عايزاكي بقى تقولي لي عليها حاجه في جمله او سطر. ده طبعا اول عمل ليا قدام الكاميرا. نحن بالمعهد ما بندرسش الكاميرا، بندرس المسرح. فكنت اول حاجه عامله زي الهبله بقف كده مش عارفه، بيقول لي خدي مثلا المخرج بيقول لي خدي الضوء بتاعك، خدي ضوك، فايه خدي الضوء دي، وانا بطلع فيه هيك ومش فاهمه انا بدي افهم عشان ما يشخطش فيا ولا هيك، وبحب ابين ذكيه، ما بحبش حد يقول لي الملاحظه اكتر من مره. فعاوز افهم ايه خدي ضوك، خدي ضوك دي، فطلع خدي ضوك انه مثلا في بروجكتورات بقى لايت معين واقف لازم اقف يعني بالضوء مظبوط. أيوه انا باجي شويه كده هتبقي في الضلمه شويه، احيانا بيقول لي طلعتي برا الكادر خش شويه. كادر ايه كادر يعني، فاهمه؟ ايوه ما انت متعوده على المسرح ان انت واقفه براحتك ومش بالزبط. ولازم تبقي باصه كده، ما ينفعش تبقي باصه بظهرك بالظبط. بس في المسلسلات والافلام بيبقى الموضوع طبعا الادوات غير، بس يعني المبدا نفسه انه مبدا الاحساس، تصاعد الحاله، الحدث، طبعا هي يعني نفس التركيبه. طيب نتكلم على مرايا 2003. دي كانت بعد سنه رابعه في المعهد بالظبط، بعد التخرج مباشره انا بدات اصور مرايا. تقريبا هي لوحات يعني مش مسلسل كامل، قصه واحده، كل لوحه موضوع. فدي مع الفنان الكبير ياسر العظمه اللي هو كان مؤسس المسلسل ده وكان من اوائل المسلسلات السوريه. طبعا كان حلو قوي وكان وشه خير عليا، وبعده رحت ستار اكاديمي. اوكي طيب انا عرفت ان انت كان استاذك في المعهد كان الفنان جمال سليمان. طب احكي لنا بقى عن التجربه دي شويه. طبعا تجربه هايله. كنا اول حاجه طبعا كنا لسه طلاب جدد يعني، والنجوم دول بالنسبه لنا حاجه يعني بنحلم انه نشوفهم، وخصوصا زي الفنان جمال سليمان. فلما بيخش علينا باول دروس وهيك طبعا ما كنتش بسمع حاجه، بس قاعده قدامي هو عامله له كده مش فاهمه حاجه ولا في الموضوع مش مركزه اي حاجه بس يمكن عملت مشهد بعد 3 شهور الاولانيات، عشان كل الوقت بلبس بالايام الاولى انا قاعده بشوف النجم اللي بحبه قوي. وطبعا هو كان استاذ هايل، كان بيكلمني كلام يعني طبعا ليا ولاصحابي غريب قوي وهيك، بس دلوقتي بفتكر كلامه وبقول انه ذكي قوي، ووصل يعني خلانا نحن نعرف نفسنا، ما كانش بيدينا المعلومه بالمعلقه يعني، فهماني؟ خلانا نكتشف نفسنا ونكون نحن، ما نكونش حد تاني. فهو اسسنا تاسيس حلو قوي وكنا جامدين يعني، وحتى طلع صيت بالمعهد انه طلاب استاذ جمال حلوين وكويسين وهيك. ف يعني بشكره قوي عشان هو حط البصمه الاولى في شخصيه التمثيليه. طب واشتغلتي معاه؟ لا والله لسه ما حصلش نصيب. نفسك تشتغلي معاه؟ اكيد طبعا.
نفسي. بحبه قوي. لا لا ان بحبه يعني بحبه صرت شخصيا وكفنان يعني وكحاجه من ذكرياتي ومن تاريخي تاريخي القصير يعني القريب. يعني صار في حاله انسانيه شايفه يعني الاستاذ او 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 انستك او هيك بزي احصل مواقف انسانيه بتصيري اكثر من قصه تشوفي نجم او ممثل. بيبقى في خلاص بوند او يعني ارتباط ما بينكم بالظبط يعني ارتباط بالظبط معلم للتلميذ يا رب احساس حلو برضه يا رب. طيب تعالي نتكلم على الجدار. ده بقى مع المخرج نجدة انزور. كانت والدتي في المسلسل ده منى واصف الفنانه العظيمه طبعا اللي كمان بحبها قوي وبحترمها وبحترم تاريخها. ويا رب نقدر نعمل الحاجات او البصمه الحلوه والنجوميه اللي هي لسه محافظه عليها والتواجد العظيم اللي هي فيه. وكان قس الشيخ نجيب اخويا وهيك. دي قصه كانت بتعالج قصص التكفيريين او الارهابيين او هيك. فكنت بنت الجامعه اللي طالعه من عيله محافظه قوي شاميه وكذا وعاوزه تروح الجامعه واخوها بيروح بيصير مع الجامعات دي وبتصير على خلاف معاه انه لازم ما تروحش تدرس وكذا وهيك. ففي الاخ الثاني اللي هو دارس وقال بيقول له لا ده ما يصحش ولازم البنت تدرس ويكون عندها ليمت من الثقافه والاطلاع وهيك ويعني وبيحصل مشاحنات وهيك. فكان كمان عمل مهم قوي عشان كمان المخرج نجدة اداني معلومات حلوه قوي قدام الكاميرا. اوكي طب نتكلم على خالد بن الوليد. يا سلام. ايوه. دي كان يعني مع ان المسلسل ده حصل لي من وراه مشاكل. ايه ده ليه؟ بديجه. ما اخدتش اجر كامل. فبس اتعلمت كمان. حاجة. كانت تجربه حلوه. انا بحب التاريخي قوي. وكنت موعوده هي انا كنت بدور خزامه زوجة خالد بن الوليد الثالثه. اللي طبعا بالجزء الثاني كان مفروض ان تشاركوا بالمعارك وتروح معاه ارض المعركه وبتحارب وكده يعني حسب قصه التاريخ يعني. فللاسف بالجزء الثاني تغيب العنصر النسائي فما كملتش. بس كان الجزء الاول مع الفنان باسم ياخر كمان من الممثلين كمان اللزاز قوي والشاطرين والناجحين. طب بيسند من ايدي. فكمان كنت مبسوطه كتير يعني لانه انا كنت بحلم بالتاريخي بحب التاريخ كتير. انا بحب جدا عامه المسلسلات السوري جدا ونفسي طبعا انا في يوم ان شاء الله برضو امثل المسلسل يا رب. السوري يلا هجيبك بالعربي ما اعرفش ازاي بس نفسي يعني ان شاء الله. لا رح تعرفي رح تعرفي. انا بقول لك هلا ان شاء الله على متابعه كمان التركي المدبلج هينشر اللهجه على فكره. يعني بدات العالم بتشوف تركي قوي وكذا فلازم الناس يعني تقدر تفهم اللهجه وهيبداوا يراقبوا فهتصير واصله اكثر. عارفة الفترة اللي فاتت لما جيت اتفاجئت انه المصاري مش كتير بيفهموا اللبناني والسوري. لا مش كله يعني. يمكن نحن عشان انتوا بتفهمونا اكتر. بالظبط. عارفة ليه؟ لانه قبل ما نبدا نحن بالدراما السورية بشكل واسع وهيك كنا كل تلفزيون مسلسلات مصرية. بالظبط. وبعدين بلشنا وهيك فنحن والاغاني مثلا والغنى حتى كله كان بيبقى بالمصري. بالظبط يعني ايهاب توفيق وكذا. بفتكر اول ما بلشت اسمع مثلا كان هو لسه جديد وطالع جديد وهيك. ف يعني ربيانين وفاهمين اللهجة دي عشان بالمسلسلات بالغنى. صح. وان شاء الله يا رب نحن كمان نقدر ننشر اللهجة. لانه هي صلة تواصل مهمة يعني. لما باجي على بلد بحس انه عربي ومش فاهمني بتأزم يعني بزعل. انا عارفه. واحيانا يعني حتى انا لسه ناقصني اعرف مصري يعني احيانا بقول لك زي امبارح هتتعلمي احنا اسهل اسهل يعني عشان الذاكره يعني فيك بالظبط يعني اوريدي عندك بالظبط. زي امبارح بقول لي واحد انتوا بتقولوا خدتي بالك نحن بنقول انتبهت كيف بس مثلا انا خدتي بالك لانه بعرفها بس ما بتخطر على بالي لانه مو هاي الكلمه اللي بنستعملها نحن بالشكل اليومي. اوكي. طيب احنا هنطلع لفاصل وبعد كده نرجع نكمل بقيه الكوسه. ايه شيخ المحشي شيخ المحشي ده معلم بتاعنا. روح لفاصل.